من شرف كان جان لايف في اربيل. بتكلم عن بعض التفاصيل المهمه اللي تخص هذه المدينه. بس انا استغربت ان شفت المدينه ناس عايشه ومتعايشه ومسلمين، كل الشقق ما عندهم تقريبا شيء، بنايتين والعدد محدود طبعا فيها، بس ما شاء الله في اقبال قوي. وانا سالت الاونرز او اصحاب المشروع عن بعض التفاصيل المهمه، خصوصا انه في تخوف من موضوع الزلازل الفتره هذه. انا كان ودي اسال واستفسر عن بعض الاشياء. يا جماعه هذه البنايات صممت او بنيت بطريقه قويه جدا مطابقه للمعايير العالميه. حلو، تعالوا نتكلم عن بعض الاشياء. مثل ما خبرتكم من موضوع الزلازل، هذه البنايات راح تكون مقاومه للزلازل لدرجه قويه، والله الحافظ اكيد، ولكن هم مهتمين بادق التفاصيل بالكواليتي لهذه البنايات مثل ما نشوف. وايضا في اضافات حلوه راح تضاف لداخل هذه البنايات. تشوفون كيف الموظفين يشتغلون 24 ساعة، الله يفوقهم يا رب. وصلت أنا وياكم وين؟ على مركز المبيعات. تعالوا نشوف مركز المبيعات مشتاق. الله يفوقنا وياكم إن شاء الله، وسعدنا مو بس شقق وفلل وكل شيء. ها من داخل المبيعات تشوفون المشروع كله بالكامل يكون بهالشكل. بعدين إحنا كنا في هالمكان، بعدين يصير عندك هذا مكان وهذا بعد. أما هذا فهو مشروع الفلل مثل ما تشوفون.